هذا معرض ديال السيارات، الزيارة ديالي أول قبل كل شيء لتشجيع الشركات التي استثمرت في المغرب من أجل يعني أن الصناعة ديال السيارات المغربية تتقدم، وهذه الشركات اليوم تتكاثر. نحن في البداية بطبيعة الحال، ولكن من المحتمل أن عدد كبير من الشركات الموجودة هنا سوف تسير في استثمار، يعني في الاستثمار في اتجاه إنشاء مصانع لها في المغرب إن شاء الله الرحمن الرحيم. الآن عندنا رينو، عندنا بيجو، وغادي يجيو إن شاء الله الرحمن الرحيم مؤسسات أخرى. كذلك الشركات التي تعرض منتجاتها التي يعني يختارها المواطنون الذين يريدون هذا النوع من السيارات، كذلك هذا كذلك دليل على الصحة ديال الاقتصاد الوطني الإيجابية. لولا أن هنالك سوق يمكن أن يشتري هذه السيارات لما جاءت هذه السيارات ببضائعها. إذن كل هذا دليل على أنه إن شاء الله الرحمن الرحيم المغرب يسير في الاتجاه الإيجابي، في الاتجاه الصحيح، يحتاج إلى مزيد من الإصلاحات التي نحن بصددها إن شاء الله الرحمن الرحيم.